ان هلا امباسدرز خاصين في الجامعه الاسلاميه. الامين السعدي معنا امباسدر، عندنا كريم عايش، حازم ماضي، وعلاء الكشري. الامباسدرز بيكونوا موجودين، اذا انتم بتفوتوا على صفحه جاز سكايكس اللي حكيت عنها من شوي على الفيسبوك رح تلاقوا اكيد دائما بننزل كثير اخبار وكثير كثير فورمات، فهم من الناس اللي كانوا اكتف عندنا في المجتمع تاع جاز سكايكس، عبوا الفورمات واخترناهم حسب نشاطاتهم وهيك، تمام؟ شو وظيفة الامباسدر؟ الامباسدر مش وظيفته انه مثلا يديكوا اخبار انه عندنا ورشة فلانية، لا. هلا احنا فكرتنا بالجيت لابز انه نكون ننشر فكرة انه انا كريادي اعمال او كطالب عندي نوع معين من المعرفة بدي انشره للناس التانيين، مش بس اخليه عندي. بجاز سكايكس مثلا احنا مثلا انا لاحظت انه الناس لما بتيجي تشارك مثلا بايفنت ستارت اب ويكند هاكاثون او غيره بيجي بيكون عنده فكرة عظيمة جدا، واو يعني بتكسر الدنيا، بس بالبزنس بيشتغل عليها بس للأسف ما بتنجح وما بتكمل. ليش؟ لأنه بتكون ناقصها مثلا الإليمنت تاع الديفلوبمنت أو الإليمنت تاع الديزاينر. فأنت كريادي أعمال لازم تكون ملم بكل الأشياء هذه، مش خبير بس تعرف كيف الأشياء هاي تمشي. فلازم تشارك معلوماتك ولازم تاخذ معلومات من ناس غيرك كيف الأشياء هاي تمشي. احنا هلا بزمن ما بينفعش إنه خلص أنا والله التوب تاع البزنس ديبارتمنت إنه خلص أنا بزنس مان. لا، اليوم كل المؤسسات وكل الشركات بتطلب كثير منك. لما بكتبوا لك بالسي في ورك اندر بريشر، بتعمل تحت ضغط، هذه عن جد بكونوا قاصدينها انك تعمل تحت ضغط. لما تلاقي ديزاينر عندك مش موجود بدك تعرف كيف تعمل ديزاينينج على الاقل مثلا لسلايد زي هيك في يوم. انت كليدر تاع الشيء معين او المانجر تاع مؤسسه بدك تكون بتعرف تسلك حالك كريادي اعمال لسه في اول طريق. فالامباسدرز اللي عندنا رح يكونوا هم حلقة الوصل بيننا احنا كطلاب هون بالجامعة وبين جاز سكايكس لحتى تقدم لكم الفاسيلتيز اللي انتم محتاجينها. اوكي، هلا كيف ممكن تشاركوا؟ الامباسدرز هم حيكونوا بدوكم معلومات اكثر كيف ممكن تشاركوا، بس بشكل اساسي احنا رح يكون عندنا جروب على الفيسبوك موجود اللينك مع الامباسدرز، غالبا حيوزعوه على الجروبات عندكم على فيسبوك، جروبات الجامعه او على الواتساب جروب او على الى اخره. طريقه انك تشارك، اذا في عندك اي شيء انت ممكن حابب انك توصله للناس، مثلا زي ما كريم مشكور جدا كان عندنا بجاز سكايكس وهو طالب بالجامعه، شاف الديفلوبرز عندهم بق معين، بتعلم بعمل كود بس بالاخير بتوظف مع انه الكود تبعي بظبط. ففي اشياء بتكون ناقصه عندي انا ككودر لازم اتعلمها، فهو عمل ريسيرش ظريف وحابب يشارككم بالشيء اللي تعلمه او الشيء اللي توصل له. فانتوا اذا في حد منكم عنده مثلا شيء معين حابب يشاركه بحكي لنا بخبرنا او بتواصل مع الامباسدرز، حتلاقوا في شيء على الجوجل فايف تحط افكارك فيها شو بدك تشارك وننظم الايفنت سوا. او بطريقه ثانيه اذا في شيء انت حابب تتعلمه بكل بساطة بتحكي لنا أو بتحكي للإمباسدرز اللي عنا وخلص بننظم الإيفنت سوا. ما بدناش مثلا حضور 20 واحد أو 80 واحد، بكفينا 5 بس عن جد يكونوا مهتمين بالإشي. إيش إحنا دورنا بجاز سكايكس رح نعمل؟ رح نقدم لكم كل إشي أنتم بتحتاجوه. لنفرض إنه طلبتوا إشي كريم ما بيقدر يديه أو أي حد فيكم ما بيقدر يديه. منترز من برا جنزين، حد من المؤسسات اللي بنعرفها جنزين، نشبككم مع جامعات برا جنزين، فأي فكرة تخطر في بالكم احنا جنزين نساعدكم فيها، بس الفكرة هون بالديكلاب امباسدرز انه الليد يكون إلكم مش إلنا، فهلا مجتمع جاز سكايكس رح ينتشر مش بس بجاز سكايكس بس بالجامعات كمان، فأي شيء بدكم إياه بدكم تعملوه انتم بس مجرد انكم تحكوا بنقدر نخططه سوا وبننفذه مباشرة. هذا بالمختصر ديك لابس وكيف نشتغل. طبعا اللي بدا اياكم الفترة الجاية رح نحتاج سفيرات معانا. الابليكيشن وزعنا على صفحة جاز سكايكس بس للأسف مش كثير من طالبات الجامعة الإسلامية قدموا، فإذا حابين تقدموا بنكون احنا شاكرين لكم. وأي سؤال أنا جاهز قبل ما يبدا كريم هلا يحكي عن الكودينج والسيشن تبعكم. في أي سؤال؟ لا؟ اوكي، كريم.
الإسلامية مهندس حاسوب مستوى ثالث، ممكن أقول لك برضه بشتغل في البرمجة من 6 سنين، الآن بوقع البيتش اللي أنا بشتغل حاليا ريسيرش سيستم، ممكن أقول لك برضه فيسبوك يوتيوبر سيرفي إكسبرت، إذا حد حاجة برضه في موضوع فيسبوك يوتيوبر سيرفي برضه أنا في إكسبرت. في نفس الوقت أنا برضه جالس في إكس أمباسدور مع زملائي الأمين وعمر وحازم في الجامعة الإسلامية. اليوم احنا بنحكي عن ورشة بسيطة جدا، بنحكي عن كيف تتعلم البرمجة. نلاحظ ان اول ما احكي للاشخاص احنا بنحكي كيف تتعلم البرمجة، بسمع منهم انه هذا شيء سهل، هذا اي واحد بده يعمله، هذا شيء سهل جدا. لكن انت شفت خلال يعني الفترة اللي فاتت وخلال الاشخاص اللي شفتهم في عدة ستارت اب وكل اكاديمي، لكن في عندهم اجابة كبيرة محدش يعني معظمهم محدش عملها في الهدف ده. فاحنا بنحكي انتوا ايش كيف تمشوا الوضع صح على اساس ما تواجهوا نفس المشكله، تتفاجئوا بالاخر انه عندكم مشكله في هذه الاشياء، تلاقي حالك مش قادر تاخذ وظيفه او مش قادر تاخذ شغل محترم. تمام؟ فانا لما تعلمت برمجه، انا تعلمت برمجه بالطريقه الصعبه، تعلمت بالتراي اند ايرور، ما كان في حدا يحكي لي اتعلم هاي وامشي هيك وروح هيك، ما كانش عندي سوبرفايزر. فكنت افتح الكتاب اقرا من جلده لجلده واكتشف الاخر مش هذا اللي بدي اياه. يعني انا بذكر اول كتاب قراته كان تعلم بجهاز الخطوه خطوه، بذكر قرات ايام من جلده لجلده، في الاخر اكتشفت حالي ان انا قد ما قرات الكتاب في سبب ما لقيتش حالي سبب، بيجي يطلبني شغل اسبوعين ما بعرفش اشتغل. طب هل هذا الكلام اللي بدي اياه؟ هل اقرا كتاب؟ طب ماشي نروح ندور على الكورسز. بس الفتره هذيك ما كانش في كورسز زي ما هي اليوم، هذا كان قبل 10 سنين. ما كانش في كورسز زي ما هو اليوم، كان بس كل شيء كتب. كان هذا الكتاب هو اللي حطه بجوال الايجابيه وخلص قاعد اقرا. خلص من بعد هيك انا استفدت منه. فاحنا اليوم العلم تغير، صار كل شيء افيلبل لعلمنا. فاحنا بنحكي كيف انت تستفيد بالضبط من الموارد الصح تمشي فيها ستيب بستيب عشان تصير بروفيشنال في الموضوع. تمام؟ فاول شغله بدي احكي فيها انه سيت ديفلوبر هي ديفلوبمنت مش هي البرمجه بالضبط. البرمجه هي واحد من 12 من السوفت وير. تمام؟ يعني معظم الاشخاص بده واحد يعني يبرمج او شيء او يشتغل تطوير برمجيات بفكر انه بس اجيب يكتب كود. انا مش جايب واحد يكتب كود بس، الكود ممكن تلاقي السنتكس تاعته في اي مكان. انا ما بفكرش بدوش على حدا بكتب سنتكس. تمام؟ فبالضبط عن جد البرمجه هي واحد على 12 من الاشياء الثانيه. في 11 شغله ثانيه معظم الاشخاص اللي بيجوا يتعلموا برمجه بفكروا انه بس لازم اتعلم سنتكس او كود. بروح بدور يلا بدي اتعلم لغه مثلا بايثون، جافا، وات ايفر، اي لغه. تمام؟ لكن مش هيك، مش هيك البرمجه. البرمجه في عندك 11 شغله ثانيه معظم اللي قابلتهم على الاقل بيهملوا ال 11. تمام؟ فاحنا بدنا نحكي ايش هم هذه الاشياء عشان بكره نتفاجئ ايش فيهم في الاخر. تمام؟ دائما هذه مقوله انا بحبها انه اصعب شيء انك تبدا انك تبدا، لانه دائما بيجي شخص يحكي لي بدي برمجه، طب ابدا وين ابدا؟ افتح كورس لمش عارف مين، افتح يوتيوب، احضر فيديو، مش هيك الاشياء بتنعمل. في البرمجه في منهجيه واضحه لازم نكون نتبعها عشان نوصل للطريق الصح. لكن لو انا ضربت لكم مثال، لو انا طلبت من اي شخص بده يبدا يصير اثليت او رياضي كويس، في قوات معينه، في اتدرب، لو انا سباح في تدريبات مثلا للنفس، في تدريبات للجسم، بودي بيلدينج، في تدريبات للعمق، الى ما الى ذلك، لكن المهم في الاخر في قوات واضحه. يوصل عليها، يمشي عليها واضحه بالنسبه للشخص، بصير اثليت كويس. تمام؟ وكذلك البرمجة أو السوفتوير ديفلوبمنت مش سهل، خطوات واضحة، لكن للأسف بنلاقيها ناقصة عند معظم الناس. فعشان تعرف أنت إيش كيف أتعلم السوفتوير ديفلوبمنت لازم تعرف أول شيء قبل إيش بيساوي السوفتوير ديفلوبمنت، إيش وظيفته. فعشان كده لازم نحكي ليرنينج أباوت ذا بروفيشن بيفور ستارت ليرنينج أباوت ذا بروفيشن. تمام؟ عشان تعرف كيف تتعلم برمجة لازم تعرف أساسا شو المبرمج بيساوي. تمام؟ في عندنا فور مين توبكس أو فور مين بروفيشنز للديفلوبرز، طبعا في ناس بتكون تعرفهم كلهم، مش شرط انك تكتب في بارت واحد منهم، بس لازم تكون عارف الاربعه فقط. والسوفت وير ديزاين هنحكي عنه عن جد، والسوفت وير امبلمنتيشن، والسوفت وير تيستنج، والسوفت وير ديبلويمنت اند ميتنس. تمام؟
هيك نفرض انا طلبت منكم تعملوا انجوي تمام؟ كل معظم الاشخاص هسه راح يفتحوا انجوي بس في يلا بدنا نكتبكم. في مرحله قبل ما نبدا نكتب كود اللي هو سكيور ريكويرمنتس او يمكن سكيور ديزاين. سكيور ريكويرمنتس شو بتكتب عن سكيور ديزاين بس خلينا اجمالا نكتبها تمام؟ اول شيء بدي اعرف ايش بدي اعمل دراسه ايش المتطلبات تاعت الابس. مثلا لو طلبنا نعمل اندرويد اب للجامعه زي تطبيق الجامعه بتاعي مواعيد الامتحانات والامور هذه تمام؟ بدي اعمل اول شيء دراسه اللي هي سيستم ريكويرمنتس. حتى قبل السيستم ريكويرمنتس او الجزء الاول من السيستم ريكويرمنتس بعمل فيزيبيلتي ستادي ندرس هل شيء ممكن ولا مش ممكن استيميشن بناء على ايش؟ تو مين فاكتورز اللي هو الفيزيبيلتي من ناحيه اقتصاديه والفيزيبيلتي من ناحيه تكنيكال. يعني ممكن شخص يحكي لك عمل لي تطبيق يطرح بالضبط بنادر تكنيكالي امبوسيبل حتى تمام. وانا صادفت انا صادفت فعليا في حياتي بعض الكاستمرز اللي بيطلبوا اشياء تكنيكالي امبوسيبل. انت قبل ما تبدا تقوم في الموضوع لازم تعرف انه هذه الاشياء تكنيكالي امبوسيبل. يعني مثلا مره من المرات احد الكاستمرز طلب مني انه يعمل تطبيق موقع موقع لكن الموقع هذا لما افتح من الجوال في البراوزر تبع الجوال اول ما اسحب رقم يتصل يعمل دايركت هذا تكنيكالي امبوسيبل في الاندرويد تمام. الكاستمر هو ما بيفهم بالاخر هو كاستمر جاي من وجهه يعني هو طبعا بيفهم بشغله بس ما لوش علاقه في التكنيكال سايد. بدك اول شيء بدك تفكر هل الشيء ممكن ولا مش ممكن. بعدين بدك تفكر شو هي طبعا في كثير ديتيلز لهذا الموضوع احنا ما بندرس فيها بس بدنا نحكي انه لازم تتعلم شيء اسمه سكيور ريكويرمنتس وسكيور ديزاين. هذول التو مين ثينجز لازم تتعلم. هذول الجزء الميسنج عند معظم المبرمجين. يعني بدينا نشتغل مشروع ولا بدنا نقول حتى بديش احكي عن مشاريع كبيره، انا بتكلم عن مشاريع الجامعه برضه. مشاريع الجامعه لازم تعمل اول شيء تحليل للمشروع على ورق. تحلل تشوف ايش الموضوع كيف ممكن كيف ممكن. هذا التحليل حيخفف عنك كثير في الشغل. تمام؟ لانه حيصير عندك اي تغيير كوست لما تشتغل من غير محلل اي تغيير حيكلفك تمام؟ المرحله الثانيه اللي هي سكيور امبلمنتيشن عملنا ديزاين عملنا تيمبلين فكرنا ايش الاركتكتشر المناسبه ايش السيناريوز ايش التايمات كل شيء واضح عندنا بدنا نعمل سكيور امبلمنتيشن. تيجي في واحد سكيور امبلمنتيشن اللي بتختار بتاعتك الكود هذه هي الجزء الوحيد اللي بنكتب فيه الكود. حتى الكود مش مش هدف الكود. طبعا الكود جزئيه بسيطه من الموضوع تقريبا. يعني ممكن انا شخص يكون بني مشروع الان مثلا يحكي لي بدي اي او اس سويفت تمام؟ انا في حياتي عمري ما اشتغلت اي او اس كنيتف سويفت تمام؟ لكن عادي بدرس الريكوايرمنت بدرس الريكوايرمنت بتاعت الموضوع اخر شيء بفكر فيه بس هو اللي حكيت انا مش همي تمام؟ الموضوع التالي اللي هو السكيور اليوم التستنج صار شيء اساسي بطل بطل يعني خلينا نحكي شيء تجديد. يعني بتكلم عن التستنج ما بحكيش عن المانيوال تستنج. يعني ممكن تعمل مشروع كيف بدك تخصص يشتغل ولا مش لما بدرس. بس هذا التستنج اللي احنا بنعمله كلنا بنعمل مانيوال تستنج. بيجي بيفتح المشروع بنجرب بشتغل بشتغل. هذا اليوم بطل هو الشيء اللي بينفع لما يكون المشروع كبير واحيانا تستنج كثير اشياء مش كل مره بدي اعدل شغله بدي اروح امشي اعمل تستنج مانيوال تمام؟ اليوم بنشتغل بمانيوال تستنج. اللي بكتب كود يفحص كود بكتب كود يفحص كود تاني تمام؟ هذه السكيل لازم تكونوا ناحية لأنه هذه اليوم في أي ممكن في غزة لما تشتغلوا في الشركات المحلية تلاقون فيديو غالي كثير معظمهم بيجيبوها بس لما تيجي تشتغلوا في مكان محترم إن شاء الله تقدموا على مكان محترم وتقولوا تلاقوا إنه التسليم يعني يعتبروها ألف بقى لازم تكونوا معاكم تمام؟ السوفت وير ديبلويمنت اند مينتننس او ما بنسمع ديف اوبس او ديفلوبمنت اوبريشنز عمليات التطوير هذا موضوع ثاني خالص برضه كثير من المبرمجين عندنا في السوق انه انا طلبت منك تعمل ديبلوي لكود معين كيف بدك تعمل روابط بين الانفايرمنت هذا كله الانفايرمنت بتاع كيف بدك تعمل رفع كيف بدك تعمل ستيجنج انفايرمنت ديفلوبمنت انفايرمنت برودكشن انفايرمنت مانجمنت هذه مواضيع طويله تكون الحديث فيها يعني احنا مش هدف المحاضره بس هدفنا ان نحكيكم انه في شيء اسمه سكيور ديبلومنت اند ميتريكس او نظام ديبلومنت اوبريشنز انت عارف انه هذا السكيل لازم تنفع
كده اجمالا ايش المجال اللي بيشتغل ايش بيشتغل ايش المطلوب ده، لكن ما حكيناش ايش هم السكيلز اللي لازم اللي بتتعلموها بالظبط عشان تصير تعرف تعمل الاربع اشياء اللي حكيناها. تمام، فاحنا بعد ريسيرش طويل وبحث واستقصاء الطرق الفراغيه اكتشفنا انه في 12 سكيل لازم الكل يكون يعرفها. تمام، انا عن تجربتي لما بدي اتعلم برمجه ما كان حد يقول لي انه بدي اطلع السكيل لازم يكون يعرفها. في الاخر تفاجات في مدى سوق العمل فجاه انه في السكيل ناقص، ومصيبه اذا تفاجات في سوق العمل. تمام، اول واحده مكتوبه تشوز وان بروجرامينج لانجويج، هذه مش مهمه. واحد هيحكي لي كيف مش مهمه، انا لما احكي لك تشوز وان بروجرامينج لانجويج قلت له شو هي اللغه اللي حكيتها. لما احكي لك مثلا هذا الشاب بيحكوا بدنا نتعلم، بقول له روح تعلم مجاره، بيحكوا طب احنا مش هنشتغل بالمجاره، بقول له احنا ما بنكونش تعلم مجاره على اساس نشتغل تعلم مجاره بس عشان تتعلم فيه ونكون شغل. تمام، عشان تعرف تطبق الاشياء اللي جايه لقدام اختار لك لغه. وانا نصيحتي اذا حد بده يتعلم برمجه ابدا بالجافا، لان الجافا ستريكت سبيكينج يكون شيء فيها واضح. يعني مثلا لو جينا من لغات يتعلموا بايثون هيلاقوا مثلا اسماء متغيرات، بحط مثلا الديكريشن فايل بتاع البايثون، فممكن يصير عنده لبس ظروف مرحله التعليم. بايثون بتستخدمها بس مش مرحله التعليم. تمام، فاذا بدكم نصيحتي الشخصيه وعن تجربتي ابدوا بالجافا، في كتب وريفرنس ممتازه. تمام، السكيل الثانيه اللي هي الاير كود ستراكشر. ايش قصدنا بالاير كود ستراكشر؟ يعني كلكم مثلا اعتقد كلها اللي يكون كتب كود في حياته. تمام، كلكم تعرفوا مثلا اف اتش ايش اف اتش نسوي؟ احنا كده كونسبت اللي هو كنترول فلو، بتعمل البروجرام ينعمل سيكونشال، بتنفذ سيكونشال موست اوف ذا تايم، بس طبعا مش دايما، بس موست اوف ذا تايم سيكونشال. يعني خلص الانستركشن هاي تبدا الانستركشن بعد والثانية زي فلما انا اقول اف اس معظم الاشخاص حافظينها كانه عندي شرط اللي حافظه، بس لازم تعرف الاسم العلمي ممكن تجي عليه اللغه والكريتيف بروسس. هذه الاشياء لازم تتعلمها كفرونت. اضف الى ذلك الاير كود ستراكشر اللي هو نتعلم كيف تعمل كلين كود مش اي كود. لأن الكود اللي معظم بشوف عند الأشخاص عندنا كطلاب جامعة وعند حتى الناس اللي بيشتغلوا بالشغل، لكن يعني بفكر إنه السكيل بتاعت إنه عامل مين كود هي سكيل أدفانس، يعني سكيل هو من الأساسيات. ممكن ما تنتبهش على شركة إنك عامل الفانكشناليتي وشغالة 100%، بس الشركة ما تتبداش إن الكود تبعك مش 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 كويس. بال تمام؟ الشغلة الثالثة اللي بدنا نحكي عنها الأوبجيكت أورينتد ديزاين. اليوم الأوبجيكت أورينتد ديزاين هي ماست، كلكم لازم هيحكي لنا اشخاص بعض اللغات مثلا زي الجافا سكريبت بيعتمدوا برضه الاوبجكت اورينتد سكريبت، بس في الماضي كانوا بس فانكشنال بارادايم. في كثير اوبجكت اورينتد ديزاين في جافا فانكشنال في اسيت اورينتد في وضع ثاني، لكن ان جنرال معظم اللغات اليوم بتعتمد الاوبجكت اورينتد. يعني كلكم بتفهموا ايش يعني الاوبجكت اورينتد. ما حد يحكي لي ان انا بفهم الاوبجكت اورينتد يعني بدي اعرف كيف اكتب كلاس، لا بدي اعرف الكونسبت تبع كلاس، ايش يعني كلاس، ايش يعني هيرت، ايش يعني جوجل فيزيك، ايش يعني مثلا ابستراكت انجلنتد كونسايز. كل هذه الامور اللي بتعرفها اشياء برضه مش هتستفيد فيها، كل هذه الامور لازم تكونوا فاهمينها بغض النظر شو اللي راح تستخدموها، لكن في الاخر اذا مش عارفين ايش يعني هذه الهايلايتس مش هتعرف تعملها بالليمتيشن اللي موجود. يعني بلاقي اشخاص بيعملوا بس بيكون كودهم مش مش الصح، ايش يعني انترفيس، كل هذه الاشياء لازم تكون عندكم جواب عليها. الالجوريثمز اند داتا ستراكشرز كلكم بتعرفوا كيف بدي افحص لو انا في عندي كوديه. تمام، كود كتبوا ايه وكود كتبوا ايه، بدي اعرف ان الكود مين احسن فيه، كيف بدي اعرف؟ في حدا عنده فكره؟ ديبول يا رحمه ديبول عندي كوديه بدي اعرف مين احسن، كيف بدي اعرف؟ بتطلع عليه اقول هذا احسن؟ ديبول مين اسرع؟ مين اسرع؟ مين اكثر كثره؟ مين اكثر كثره؟ طيب في عندي كود من الاناليسيس من ضمنهم اول طريقه اللي هي موضوع اللي بيستخدمها وهي ريشيبيشن اللي هي اكسبيرمنتال اناليسيس اللي عشان لو اشوف قديش حصل له، لكن هذه بالمره مش تمام. في شيء اسمه كومبلكس اناليسيس من ضمنهم اللي بيقول ورمها، لكن على قصه هل هل بياخذوا اطول او اقصر ما بنعرفش على طول. الحال بيكون كل قصير كومبلكس بتاعته اقل. تمام،
هيك هو الطويل الكومبلكسي بتاع الوقت تمام. فانت بتتفرج على شيء اسمه ايديت الكومبلكسيتي بتتعلم مش عارف ايه هو بيقولوا ده كيف حد هو بيتعلمها عشان تعرف كيف تعمل كود افيشن. لما اجي اقول لشخص اعمل سيرش مثلا في اري او في ماشين اي او اي شغله من هذه النوع بتلاقيه بيروح يدخل عليهم كلهم بتفحص لا بتعرف كيف تعمل كود افيشن سهل. الجوت مش موجوده جاهز باينري سيرش لينير سيرش لونها ديب سيرش مير سيرش كل الالجوريثم ديب سيرش تعلموا تمام. بالنسبه للداتا ستراكشر نعرف احنا الانتجر والبادل هذه كلها امور بريمتيف يعني بحد ذاتها لحالها. ايش الداتا ستراكشر؟ هو مجموعه من تركيب بيانات تمام. إذا تعرف إيش الداتا ستراكشر اللي available هم صعب تحصيلهم بس لما تتعلم بيسك ونس زي الماب زي الحشمات زي الفي زي الجراف هذه الأمور كلها بنعرفهم تعرفهم كلوجيك مش كتول أول. بعدين تتعرفوا كيف تعملوا الإمبلمنتيشن بلغة الكتول تمام. ما حكينا عن أربعة جبنا عن كمان أربعة حكينا عن اتفقنا عن 12 الأربعة لسه في كمان أربعة جبنا بالضبط. في بلاك بورد داتا لما انا اطلب من شخص طلب مني انا اكتب مثلا اندرويد اب قبل ما اكتب اندرويد اب لازم اكون اعرف شو هي السبيسيفيكيشن بتاعت البلاك بورد بتاع اندرويد ايش يعني سانتوس كيف الاندرويد سيستم بيشتغل قبل ما اتعلم كيف اكتب الاب اللي هو جافا او كتول او ريفر نتعلم ايش يعني اندرويد كيف بيشتغل الاندرويد بعدين بدي افكر كيف اكتب كل هذا. وكذلك انا بدي استخدم ويندوز وماك سيرفر سايد في اي بيئه بدي تدرس شيء بدي اعلمه تمام. سته بتيجي الفريم ورك والستاك. انا قررت الان بدي اشتري ويب تمام. مثلا درست انه الانفايرمنت عندي لينكس بس اسمه لينكس درست انه عندي كور سابقه بعض الاستراكشر حبيت بدي اختار ستاك. هل فيكم سمع في مين ستاك؟ مين ستاك؟ هل في واحد ورد هنا في مين ستاك؟ هي المونجو، الانجلر، الاكسبرس، النود جي اس. ستاك كان هنا كومبينيشن اوف تكنولوجيز، اوفر تكنولوجيز تمام؟ بستخدمها لأدي مهمة معينة. مين ستاك بستخدمها للويب ديفلوبمنت تمام؟ فأنا بدي أعرف ايش هي ستاك تاعتي، ايش الخلطة تاعتي، ايش عدة الشغل تاعتي تمام. قبل ما نسال على الشغل بدي احط لي عدة شغل بناء على ايش انا اخترت مثلا لغه زي بايثون لغه زي جافا سكريبت. ايش السبب اللي انا اخترت اللغه هاي اللغة هاي؟ معظم الاشخاص بيختار لغه معينه بناء على ايش سمع ريفيوز من الناس. واحد من الناس مدح له لغه بايثون واحد من الناس شافوا ناجح بيشتغل في بايثون قال له تبغى بايثون بدي حد قبل ما انت تقرر انا بدي اشتغل بايثون او جافا او اي لغه ثانيه تقرر هذا الشيء. اول شيء بدي اقرره انا ايش ايش الميثودولوجي ستراكشر تبعي مثلا عشان تبقى منطقي اوضح. انا بدي امشي ريفيوز اورينتد يعني انا اهتم كثير اذا في شيء يكون في مكتبات موجوده اللي تساعد علي الشغل. مثلا انا بدي اشتغل في الذكاء الصناعي ما حدش يجي يحكي لي بدي اشتغل في الذكاء الصناعي مثلا في الفيديو بس انك حتخترع زي ما بيقولوها تعمل العجله ما فيش مكتبه جاهزه. لكن لو رحت لغه مثلا زي ار زي بايثون هتلاقي ان كل هذه المكتبه جاهزه تستد جاهزه وكل الامور تمام. فانا بدي استخدم جافا بتعلم بدي ادرس اول شيء هذه الشغله ليش انا ايش بدي افكر فيه بفكر انه ليش يكون في افيلبل كومبوننتس مكتبات او بفكر في السرعه بتكون سريعه وقت السي او يعني غيره. مثل لو واحد بفكر بسرعه مش هيروح يستخدم بايثون ابدا مش هيروح يستخدم بايثون. راح بفكر بس بالسرعه مش هيروح يستخدم بايثون. او ممكن يكتب بايثون يعملها كومبايلز بس اجمالا بدك تعرف انت ايش بدك تعمل ايش بدك تفهم قبل ما تختار تمام. من السكيلز السابعه اللي هي بيزك داتا بيز نولج لازم تكون كنت أعرف إيش يعني الداتابيس. قلت أنا طلبت من طلبت منكم تقدير وتقدير لخمس
بتحسن مثلا معلومات الطلاب ولما يدخل التطبيق مش عشان بده يضل البيانات موجود تمام. فانا يعني بحكي عن بيرمننت ستورج، انا بدي اخزن بشكل بيرمننت ابدا في لحد ما انسخ تمام. وين بقدر اسجل اشياء بيرمننت؟ في الكمبيوتر على الرام؟ لا لا على الهارد، هارد درايف تمام. فانا بدي اكتب على هارد درايف. طيب ايش انواع الملفات احنا بكتب على الهارد؟ في نوعين، باينري تكست، تكست فايل، باينري تمام. طيب انا بدي اخزن في تكست فايل ولا في باينري فايل؟ طبعا برجع للكيس تحت بس موست اوف ذا تايم اذا كان عندنا بدي اتخزن باينري. ليش مش تكست فايل؟ مش خش بالتفاصيل بس جنرال تكست فايل بقدر تعمل عليه الملف. لأن الهم إني أصل لمعلومة موجودة في النص مش أقرأ كل اللي قبلها عشان أصل راح أطول على دي. مش إني أقرأ كل الداتا السابقة تمام عشان يبرش التكست. طيب باينري فايل إيش باينري فايل؟ هل أعمل لحالي باينري فايل في السيستم ولا راح أستخدم داتابيس باينري؟ أستخدم داتابيس. ممكن تعمل فيهم سكاتشي وهم داتابيس السيستم بس أخذ باينري. الناس عندهم في المحصة كتير على العجلة مش تكون في الأفائل إلا إذا كان في عندك سبيسيفيك تيرمز. إحنا مرة في مرة مشروع لمجامعة عملناه فروم سكراتش، الأوريجنال سيستم فروم سكراتش، ما استخدمناش لا SQL جاهزين ولا شيء من جاهز تمام. المهم أول ما تتعامل معه تمام بس حسب إيش هو الكيس تاعك، إيش هي الحالة اللي بدك تمام. بعد كده تتعلم إيش يعني داتابيز. أنا نوعين من الداتابيز، نيشن ونون نيشن، SQL ونون SQL اللي بيسمعوها SQL ونون SQL، إيش عندي SQL؟ سبارك، سبيس، كاساندرا، نون SQL مثلاً، مونو، كريبتو، ليفل 3، أي واحدة من هدول تمام؟ طيب بناء على إيش أختار هاي أو هاي؟ بناء برضو على الكيس تبعك، يعني في بعض المشاريع بقول SQL، بناء على بعض المشاريع بستخدم نون SQL، مش إشي داتابيز حسب إيش الكيس تبعك. إذا الداتا تعطي مثلاً ريليشنال أو في علاقات كتير، بروحش لنون SQL. إذا بدأت أحكي باينري يعني أنا بقلت إن بقى من 100 إنبوتس اللي حاخدها أروح لنها صفر مثلا هذا مثال بسيط. طبعا في فاكتورز ثانية كثير من ضمنها السرعة من ضمنها عوامل الخزن الداتا. يعني في داتا بيز بالمناسبة بخزن الداتا وين؟ على مش على زي بروكس دي بتاعت فيسبوك. بس هل أنا في الكيس تاعتي بتحمل إني أخزن الداتا على الرام؟ إذا كده مش هذا الموضوع حسب الديفلوبمنت انفايرمنت اللي حكينا عنها في ستيب 5 تمام؟ فيسبوك مثلا بخزن كل الداتا تاعتكم على الرام مش على الديسك. الروابط بتصير بسبب ما هتروح الداتا بس هم بيستخدموا مش اسمه الابلكيشن موضوع ثاني، لكن بشكل عام هم بيستخدموا الداتا على الرام. ليش بخص خزنوا على الرام؟ على الرام ايش السبب من نوع على الديسك؟ داخل الرام بتكلف كثير لانه انت بتحكي 4 جيجا رام مثلا حاجه كذا الهارد ديسك تيرا حاجه كذا عشان السرعه إن الأكسس تبع الرام حوالي 200 ضعف أسرع من اللي أدخل على تمام؟ المشكلة الثانية اللي نحكي عنها هي السورس كود. اليوم أكيد كلكم في مشاريع الجامعة جاء طلب منكم الدكتور تعمل مشروع، فلازم تشتغلوا في المشروع، طلب منكم تعديلات، عندكم فيرجن واحد، برنامج نهائي نهائي أشوف اللي بيلعب في المكتب، برنامج نهائي بعد التعديل. برنامج نهائي نهائي مش عارف ايش، برنامج نهائي اصدار 15، لكن مش عارف بعد هيك بتوه وين انا الكود اللي كيف بدي ارجع لوحده معينه؟ تعرف طب كيف لما كنا نشعر تيم مش واحد ولا اثنين؟ كيف نعمل مانجمنت لهذا الموضوع؟ ففي شيء سكيل لازم كلكم تتعلموها وهذه صارت ماست، يعني مش انه شيء زياده ولا انا بتعلم حالي، لا هذه اشياء اجباريه. كلكم لازم تعرفوا تعملوا سورس كنترول. ايش قصدي بسورس كنترول؟ أعطيكم مثال عشان تعرفوا الجيت. تعرفوا الجيت؟ الجيت هاب؟ كيف كنتم سمعتوا الجيت؟ الجيت هو عبارة عن بي سي اس أو فيرجن كنترول سيستم عشان أتحكم بالأسرار، عشان يعمل مانجمنت للكومنت ساعتي والأمور هذه، تمام؟ بيت باكيت أي فيرجن كنترول سيستم أو أي فيرجن كنترول بس إجمالا الموست بوبيولار وان هو الجيت. في غيره كثير بس الجيت من زمان إلى اليوم باي هو الموست بوبيولار. أقول كل يوم بتكونوا عطلات تعالوا تجربوا. السكيل التاسعة البيلد اند ديبلوي. تذكروا وين حكينا عنها في السلايد لما حكينا ايش هو البروفيشن تاعتك ايش لازم تسوي اللي هو الديبلوي اند مينتنس. لازم تكونوا تعرفوا كيف يعني اعمل ايش يعني بيلد. مين فيكم كتب اندرويد قبل هيك؟ اندرويد
تعرف الجرادل؟ ايش هي الجرادل؟ هذه واحدة هي المكتبة المكتبة؟ لا جرادل، مين بعرفه جرادل؟ شباب الاندرويد جرادل هي عبارة عن بيلد تول، بيلد تول تتحول الكود اللي انا كتبته، انا كتبت كود مش بجيب عمل له بيلد لباينري وباكجينج والامور هاي عشان يصير اكسكيوتابل فايل، يقعد كتاب الموضوع تمام. ممكن كثير منكم بيشتغل اندرويد او مش حاصل بيشتغل اندرويد، بس هي عرفتش انه قصدنا بجرادل الموبيل تول. هاي بنلاحظ انه عنده مشكله في الكونسيبت تمام. لكن بيشتغل اندرويد ممكن من اسمه وعمره عرف انه الجرادل هي البيل تول تاعت الاندرويد. فلما يواجه مشكله ادفانس شوي او لما يجي يشتغل في شركه محترمه بقول له روح اعمل كومبايل لكذا معين، بيعرفش انه الجرادل هو مسؤول عن الموضوع تمام. بنلاحظ عنده مشكله كبيره في الموضوع. التستنج، لما احكي تستنج انا بحكيش مانيوال تستنج، مانيوال تستنج كلكم بتعملوا، بس انا بحكي عن كميه التستنج بس. في انواع وايت تستنج، تستنج اكسبتنس تستنج، كاستمر تستنج، كل التستنج هذا البيتا والالفا تستنج. مواضيع كثير التستنج موضوع لحاله بده كورس كامل. يلا بنحكي بس هي الكورس موضوع التستنج موضوع مهم كثير، لكن للاسف بالذات بيئاتنا المحليه في غزه على الاقل مع اشخاص الاعمال واحد معظمهم بيعملوا هذا الجانب الرابع. فدي بيعمل تستنج مانيوال بيفاجئ في البرودكشن انفايرمنت ما كانش عامل تستنج اساسا. فانت المفروض دور ما تعمل ديبلويمنت على البرودكشن انفايرمنت لا تتحمل الخطا انه تكون كل شيء تستنج، كل شيء معمول تشيك تمام. طبعا مش حقدر انا كبني ادم احط كل حياتي في تستنج ولا حتى بس السوفتوير احسن من ما تطبقه، مش هيعطيها كلها بس احسن تمام. الديباجينج هذا استخدم ستيت وجنريت، هذا استخدم اندرويد ديباجر. مين كتب ايش كتبت له بعد جافا؟ بايثون. هذا استخدم البايت شارب، بايت شارب استخدمه في شيء بايت شارب تحطه بريك بوينت تعمل ديباجينج. مثلا صار عندي مشكله حلو وانا مش عارف تعمل ايش السطر او ايش الشيء اللي سبب الحلو. لا اكسبشن هاندلنج هذا ايش؟ هذا بسموه اكسبشن هاندلنج. هذا انا عارف انه حيصير ايرور بعمل له هاندلنج، بس في حالات انا مش عارف اساسا انه صار في ايرور او طلع عندي ايرور وانا مش عارف ايش مكان معين بس بالنسبه للبرنامج بدل ما تستخدم يعني في عندي 10 فانكشنات تشتغل المهمه اللي طلع فيها هذول. مين فيهم المسؤول عن الايرور؟ صعب اعرف صح؟ طب بستخدم ديباجنج تول في الاندرويد. انا بنصح استخدم سيتو جماعه البايت شارب، البايت يستخدم البايت شارب، جماعه الجافا يستخدموا تاع جيت برين اللي هو او الديباجر كويس. بدك تعرف شو يعني ديباجنج لوكالي، ريموت ديباجنج، المواضيع هذه كلها لازم تكون تعرفها تمام؟ كيف في ديباجنج بس تايس؟ كيف في ديباجنج اللي بيشتغلوا اسمبلي؟ او سي؟ بيشتغلوا اسمبلي بيعرفوا شو يعني كيل وبيعرفوا شو يعني كيل سيء على الاخر. جماعة الاسمبلي بيعرفوا تعمل الاسمبلي اللي هي قبل الصفر واحد او بعدها بشوي تمام؟ سوفتوير ميثودولوجي هي رقم 12 هي اخر سكيل لازم تكون مدارس. ايش يعني سوفتوير ميثودولوجي؟ جانا كاستمر وقالنا بدي مشروع تمام؟ طيب من وين نبدا؟ احنا فين؟ كيف نعمل مانجمنت للموضوع؟ ايش الاشياء لازم نمشي عليها؟ شو البروسيس؟ طبعا هذه الامور مش كل واحد بده يعمل ستاندرد لحاله. انا لو جاني مسؤول بدي احلل بدي اكتب مع كل شو بيعرفه؟ لا في ستاندرز اوريدي مكتوبه انواع شركات محترمه زائد القصد على تجارب شركات محترمه زي اي بي ام مايكروسوفت وما الى ذلك. طلعت كثير ميثودولوجيز من ضمنهم اللي طلع عليهم مشهور كثير الاجايل ميثودولوجي. اعتقد معظمكم بيعرفوا شو يعني الاجايل ميثودولوجي. كيف تعمل مانجمنت للاجايل؟
او اكستريم جورجي او اي وقت بترجوا هذه، بس انت بدك تكونوا كلكم عارفين. لما تفاجئ بالاخر لما يجي لي نعمل ملج بالدفين بتلاقيهم يلا نفتح هذا، طب كيف بدنا يا شباب نفتح على الخور؟ بتلاقيهم بحطوا شويه معايير فيما بينهم صحيح؟ بس اجمالا اذا كنتوا تكونوا عارفين البروجيز معموله اوريدي، ما تروحوش تختاروا العجل الستاندرز وقوصا نص كل شيء. قالوا لي بشكل عام ايش هم ال 12 سكيل اللي لازم تتعلموا بصراحه؟ مين من الموجودين كان بيعرف انه هدول 12 سكيل بالجدول؟ واحد اثنين. هدول 12 سكيل كلهم لازم تعرفوا، هذه مش يعني نحكي تكنيكيات، هي اساسيات. بكره بتيجي تشتغل قدمنا مره لمقابله في شركه اكس من الشركات الكبيره، في المقابله قعدت حوالي ساعه ونص، ساعه ونص تكنيكال، ساعه تكنيكال ونص ساعه بيرسونال. الساعه تكنيكال ولا سؤال يسالني عن فكره الكود ولا سؤال. كل الاسئله كانت بالنسبه لك محور عليك انت، كيف تعمل مانجمنت للداتا بيز بشكل افيشنت، كيف تعمل مانجمنت للداتا ستراكشر والالجوريثمز. يعني بسالك مثلا بقول لك اعطيكم مثال على الاسئله اللي سالتها. سألت سؤال قال لي اللي بيسأل إذا أنا بدي برنامج تمام، أنا بعمل مقابلات لأشخاص IT تمام، بدي برنامج لو إجاني شخص في المقابلة سألته إيش بتعرف؟ قال لي مثلا بعرف CSS، فتقريبا حيكون بيعرف HTML. بتوقع أنت كبني آدم إنه يكون يعرف HTML، وبتوقع إنه يعني احتمال ضعيف إنه يكون يعرف مثلا سي، لكن الستاك تاعته رايح على مليون. فبدي اعمل برنامج يعمل بريدكشن التنبؤ ويعطيني البروبابيلتي والاحتمالات بتاعت ايش الاشياء اللي ممكن يعرفها الشخص بناء على انه حكايه تكنولوجيا معينه. وما قاليش اكتب البرنامج في الكود، قال لي ايش البيست داتا ستراكشر كونكشن. درسوا داتا ستراكشر والجوريزمز، درسوا بس كثير درسوا داتا ستراكشر والجوريزمز. جوا طبعا الجراف، ليش الجراف؟ لانه في ايدج منهم قديش المسافه بينهم موضوع. بس الاخر الموضوع مش مني اكتب كود، طلب مني يشوف كيف افكر تمام. والموضوع الثالث اللي سالت عنه هو النيورال نتوركس والشبكات العصبيه، موضوع ثاني تمام. طيب احنا حكينا عن 12 سكيل، طيب خلينا نحكي كيف انا بدي اطور سكيل معينه منهم تمام. بعد الدراسات والبحث والتقصي اكتشفنا انه انا عملت طبعا انا ما تعلمت بطريقه خطا، فبدي اشوف اتعلم بطريقه خطا تمام. هي بتتعلم بالطريقه الصح. فاربع ستيبس لاي تكنيكال سكيل بدك تتعلمها لازم تشتغل تمام. اول شيء بدك تحط يور جولز، انا بدي اتعلم مثلا اتعلم اي تكنيكال سكيل تمام. حط الهدف، سيبك من ايش اللغات، سيبك من ايش الاستراكشر، سيبك من كل شيء، بس قول انا بدي اتعلم كذا. بعد شهر مثلا لازم اكون اعرف ويب جولز تمام. بعدها الستيب الثانيه بتبدا تعمل مش تدرس gathering resources او جمع مراجع في الموضوع قبل الدراسه. الموضوع لما بشوفه اللي بيسوي فتح كورس لشخص بيعرف موقع مشهور بده يتعلم من الكورس، وهو بيعرفش عن هذا الكورس يعطيه الجول تبعه ولا لا. فقبل بدك تعمل gathering resources تجمع معلومات تمام. الشغله الثالثه اللي ما حدش بحط ورقها بس بيكسر خطوطها هي set up metrics. ايش يعني set up metrics؟ انا كيف بدي اعرف إذا أنا أنجزت ما أنجزتش، تعلمت ما تعلمتش، أموري ماشية صح أموري ماشية غلط؟ بيكون في متركس أقيس عليها أو مايلستونز. إنه أنا طيب أنا مفروض مثلا إذا أحكي خلال أسبوع أكون بعرف مثلا كونتنت مثلا، هذا متركس. بعد أسبوع ولا بعد أسبوعين زي ما لقيت حالي ما عرفتش هذا السكيل، يكون في إيرور، في مشكلة سواء في الجهة بتاعتك سواء في إلا فيك أنت كشخص، لازم ترجع تعرف ايش هو المشكله عشان تحلها، مش تضلك مالك تمام؟ لازم تحط متريكس، ما تمشيش بدون متريكس تمام؟ اخر شغله بدنا نحكيها اللي هو ليرن باي دوينج. ما تعملش زي ما انا سويت زمان، بفتح الكتاب اللي بدك تبدا بخلطه، بدا بروح شكل الحياه. وانا احكي لك احسن شغله، احسن طريقه تقدر تقول لك هذا الشغل انا مشكلة انا بدي دراسات، هو بدك تعلمها. وانت لازم تفكر بس خلينا نحكي انه تعلمها لشخص هذا مش دائما افيلبل بالنسبه لك. خلينا نحكي عن الشغله الثانيه
اللي بعدها هي لين باي لين. تعلم بانك تعمل. واحد يتعلم ويب حط لنفسك بروجكت واشتغل. طبعا بس غير ما تحط لنفسك بروجكت بتكمل بتكون عارف البيزكس. يعني كثير من الاشخاص بيقول بدنا نروح نشوف لنا تدريب في شركه مثلا. هذه شفتها كثير بالجامعه. نروح ندور على شركه نتدرب فيها. غير ما تدور على شركه تتدرب فيها، يعني انت عندك البيزكس، انت عارف البيزكس تاعت الاشياء. انت رايح تعمل بريك مش رايح تتعلم. وللاسف بروح على الشركه بدون وقت وبتضيع النيرون. محاولة خطا. هذا طريقه التعليم في الاخر بيطلع من التدريب مش عارف كم شهر. وممكن واحد يجي درس كتاب محترم او بيزنس محترم. لان كل اللي بتضيع وقته فيه مو مسلم. تمام؟ كل اللي بتعمله شهاده غلطه. اخر شيء بدي احكي لكم عنه اكزامبل. بدي اقول لكم اكزامبل وبدي اقول لكم اشتغل زي ما. اكزامبل بسيط. انك بتتعلم ويب ديفلوبمنت. هذا انا بحط هذا الاكزامبل دائما معظم الاشخاص انا بالاخر بقول ديفلوبر برضه معظم الاشخاص اللي بشوفهم بيكونوا ديفلوبر. طيب اول شيء بتعلم ويب ديفلوبمنت. اول شيء لازم افهم شو يعني ويب. شو يعني سيرفر؟ شو يعني كلاينت؟ شو يعني كوميونيكيشن؟ شو يعني بوت؟ شو يعني بروتوكول؟ كيف ما تفتح صفحة ثانية؟ أول غير ما تبدأ تكتب صفحة تمام؟ وهذا للأسف برضه شباب الويب تلاقيهم يقول له يعمل مثلا حول بلاش أشيل لي بروتوكول خلينا نبدأ أسهل. إيش يعني بروتوكول مثلا؟ تلاقيه يقول في الآخر هو مش له سنة ومش عارف شو يعني بروتوكول. تيجي قبل الوظيفة يسألوه شو يعني اتش تي تي إذا سيرفيس بروتوكول؟ تعرف هو مش فاهم. طب ليش؟ لانه ما كانش عارف اساسا شو يعني الانفراستراكشر غير ما يتعلم. او بالكلا ذلك انك تتعلم الانفراستراكشر بتخليك تعمل ديسك اوبتمايز. وانا بعرف كيف الاتش تي تي مثلا بتاسيس السطر انه مين فيكم شغل ويب؟ خلينا نستنى واحد. هل اشتغل ويب؟ ايه انا بشتغل بس ساكتين. مين اشتغل ويب؟ صبايا اشتغل ويب؟ تمام. ايش يعني اتش تي بي مثلا؟ ايش الفرق بين سيستم اتش تي بي ونون بي سيستم اتش تي بي؟ ايش هتفرق معي انا كسيرفر صادق؟ تمام ممتاز. طب ايش هتفرق معي انا كسيرفر صادق ولا نون بي سيستم؟ حاله الصوره بتاعتك كل مره يعمل اتصال هتفرق معاك. مثال بسيط مثال بسيط. مثلا انا عندي موقع ويب بيج تمام؟ أنا نحكي فيها 20 صورة. الويب بيج فيها 20 صورة. يكون كل صورة مثلا موجودة في مكان على السيرفر، تمام؟ عشان البراوزر لما يعمل فيتش فيعمل 20 ريكوست عشان يجيب لي 20 صورة. Which is not a good idea لأنه دائما البوتل نيك بيسميه أو عنق الزجاج أو الجزء اللي ضيق في الويب أو الجزء اللي بيعمل مشاكل دائما هو اللي هو جزء الضغط كبير. تمام؟ فأنا ليش أضل أعمل 20 صورة؟ في طريقة ثانية يسموها جوجل. ملحقهم بعدها. حط بينها صورة كبيرة. حط فيها 20 صورة. تمام؟ لما تصل للكلاينت تتقسم. أو هي تبعيها تتقسم ايش؟ هي لما يجي يعرضها زي ما تقولها بيزيح هيك على جانب على جانب فبيطلع الجزء غير جوجل بيسوي. لو حد فيكم فتح يوتيوب تلاحظوا مواقع جوجل سريعة. هو ريسيرش انجن يوتيوب كثير سريعة اوبتمايز. يعني حتى الآن فيسبوك نفسهم ونجح على فيديو ستريمينج بين فيسبوك ويوتيوب. يوتيوب احسن من يوتيوب بعرف بحس لو ايش عندك لك يعملوا يضلوا البحث هناك. طبعا هم بيستخدموا لانهم نون ريلايبل فبصير عنده اي وصفه اي فريم تبدل ما هو ثاني ايش بتعمله بس اجمالا في تكنيك شو انهم انتم فاهمين بالضبط ايش اللي بيطلبوا كيف بتعمل شيء بتعرف تعمل شيء كويس. تمام حكينا ايش تحتاج افهم ايش يعني ويب وايش يعني النتورك وكيف بيصير الكوميونيكيشن. بعدين بدي اتعلم او بدي اختار شو الستاك عندي. انا ضرب مثال اللي هي الموست كومن ستاك الان مين ستاك اللي هي المونجو دي بي اللي هي المونجو سكول اللي تحتاج بس فريم ورك اللي هو عباره عن ويب اس فريم ورك والانجلر اللي هي عباره عن فريم ورك للفرونت تمام. لكن هذه الستاك انا بدي تنزل ستاك انا قبل شوي قلت لكم ان انا ليه اختارها انزلش نفسي بتكنولوجي معينه بلزم نفسي حسب فيها كيس انجينير باينري داتا ولا باينري داتا ريليشنال داتا ايش
فانت اخترتني استاذ عقد مشروع في مولاي الشرق، مش انا خلاص اي مشروع بيجيني مشروع مني تمام، اي مشروع بيجيني ما قيس الشيء دائما بحكيها للناس، ما تروحش تعمل انه هذا مشروع انا عشان بعرف اكس من اللغات بستخدم اكس، لا شوف ايش الاحسن للمشروع بستخدمه، مش تقيس المشروع على اول سكيل ست تمام. ومن الاخر لو انت بتعرف كونسبت البرمجه هي لغه مش هتبني معك صراحه، هي لغه مش هتبني معك، ما تروحش تعيد اللغات زي ما كنت تسوي تمام، انت عيد يلا بعرف هاي بعرف هاي بعرف هاي بعرف، تطلع لي 12 13 لغه ما يجي اي شخص بيجي بيحكي معي مشخص عليه بقول له بعرف 12 لكن انا عمال اقول لك هيك هاي بالانجلش ما تجيش لغات ما تجيش ديمو ولا لايبرري ولا بعرف اسوي ايه واسوي ايه، بدي شغل بدي برودكت تمام، اعمل اللغه اللي بدك اياها طب انا رسم المهم تعمل بالكراكيه، انا واحد من الناس مره في اللحظات هبلت من الكتب الواحد صفر واحد كتبت مرة من أخير شوي شوي بيسبب كتبت صفر واحد بعد عدد جافا عدد بايتون عدد مش عارف ليش أنا كتبت بايتون كتبت دعم أنا ليش بدي أهم إني أعرف أتعلم بايتون ولا تمام، بعد ما تعرف الستاك تاعتك دعم تقدر قادر إني ريسورسز عن الستاك تاعتك، المشكلة في هذا البوينت وهي نحكي عن تاني من الستاك هذا اللي قبل غير كتير، يعني اللي انت بتعرف اليوم كم شهر بتغير تمام بدك تضل لك ابديتد، هذه للاسف مهمه صعبه مهمه تضل لك ابديتد مع كل الريسورس اللي بتيجي مع كل يعني احد الكويري لانجوج اللي وقت لما طلعت درستها اوكي بعد فتره طلع فيها اثنين طلبوا مني مثلا محاضره اعطيها بروح ارجع ادرس لانه صار لي شهرين ثلاثه يعني بعرفها بروح ارجع ادرس منها فبدك تضلك ابديتد، بعدين تحط المتريكس تاعتك زي ما قلنا قبل كيف بتعرف اذا نجحت ولا ما نجحتش تمام، واخر شيء تبدا تتعلم انت بدك تتعلم هذا اخر شيء مش اول شيء تفتح اليوتيوب وتجيب تتعلم وين اخر ستارت ليرنينج؟ خلوها براسك من الاخر مش بلاقي الكل نتعلم يلا افتح تضل عيد ولا واحد من هذول تضل عيد ولا مش عارف مين يلا نبدا نتعلم ستارت ليرنينج وين يا جماعه بضل قاعد كذا مين في الآخر مين في الآخر حلوها هذه حاجة صار كل مين كيف يسبقون اللي بيكرر كل الأشياء تمام؟ المثال البسيط أو المشكور البسيط اللي بيكتب اللي أحكيها في شخص من الأشخاص أنا بعرفه مش دارس أنا سنوز مثلا في الهندسة أولا في الهندسة مش دارس أي مقامس بعلاقة بغيرتها لحظة من اللحظات أنا شخص قرر يتعلم برضه أنا أيام أفكر كل كان صار لي 5 سنين تمام؟ أيام أنا عارف هذا علي أقول له وجهك تسوي أنت فلان أنت كيف بدك تتعلم أنت خليك بشغلك ما علينا من هذا الكلام الشخص هذا في خلال 6 فترة أقل من سنة يعني هي كانت 6 فترة فجأة طلع أحسن مني هو مش تخصص أنا بحكي أنا مهندس حاسوب الآن اللي هو شغلي في الأساس بالمناسبة هو شخص درس طب هو هذا الشخص فعلا خلاني ارجع احكي مع حالي انا شو الغلط اللي سووه لي وكذا بالاخر طلعنا بهذا الاكسبيرينس بعد ريسيرش طويل جدا قال لي سوايس عشان تطلع اللي بتحب بعطيك ولا 5 ساعات هذيك ولا 5 سوايس اللي بعد ريسيرش طويل وبعد تجربه بتعتلك بعد بتعتلك على الاخر اكتشفت انه هذا الجنس لان انا سويت الغلط انا الان ما كتبتش بس الان طلعت الغلط مش انا كتبته انا مش هنيجي نقول لك الشخص تعلم سنة وصار بروفيشنال أحسن اليوم يوم أحسن سبحان الله بتذكر أنا كنت أتشبث فيه يا أما أنا دكتور ماشي بفرقش عنكم حاجة بالآخر العلم ما موجود أهلا بس هو مش صح مش إنه على طريقه لحية ولا إنه أحد وقف أكثر منكم أنا بعرف أنه يجب يستعاد على الفاضي بس هو عرف إنه عرف الشيء اللي كان ما بس عنه انا لا اخشيكم انا قرات خلينا نحكي مئات الكتب بس بدون سبب خلينا نحكي في كثير كتب قراتها ما كنت اقرا كتب جدا جدا ولا استفيد منها بس ليش؟ لاني كنت افكر انه يلا جمع كتب وابدا اقرا مش هيك الصح الصح انك تعرف ايش بدك تمام؟ مش قديش بعد كورسات يوتيوب ولا قديش بعد كورسات كورسير ولا مواقع هاي تمام؟ هاي باختصار كنا بنحكي عنه
بكم معنا وتعالتم مع كريم. شكرا لكريم. اسمح لي احكي عن المدرسه تبعكم. على فكره لانه الشباب هنا ما رضيتوا يضلوا ساكتين. كان بيحكي عن حاله. هو كريم عايش واخوه حازم عايش. كريم ما شاء الله عليه يعني قاعد يفكر مع حاله 5 سنوات حتعلم، 7 سنوات تطبيق، 18 سنه في خدمه الجيش، 13 سنه مزاوله مهنه، حخلص وصيت بروفيشنال في السن ال 88 وبعدين حكون بقاعد على الابرع على طول. اخوه حازم دكتور، يعني عارفين الدكتور يعني حتى لو دحيح يعني يلا يلا يخلص الفارماكولوجي اللي عنده اسماء الادويه. بس الفكره مش انه هو دحيح، يعني انا حسب ما بعرف كريم دحيح اكثر مني، بس الفكره انه هو شغال دكتور واشتغل على التكنيك الصح. فلما كريم شاف حازم عامل العمله هذه واشترك انا في جهاز كايكس في الهاكاثون ويا ريت اشتركوا بس وفاز، فقال لك لا هو فيها علم لازم اشوف الموضوع. فكريم الدحيح ايش كان اسمه اللي هو عنده ريسورس كلها وريفرنسز بتقرا له للاخر بقرا له واحد يقرا شاف الستبس اللي احنا ماشيين عليها وليش هذا كود وهذا كود وانا بعمل كود وحازم بعمل كود بس الكود حازم مشي وانا لا ليش؟ مع انه الاثنين اشتغل بس هذا اتقبل وهذا لا. انا ما اخذتش الوظيفه بس هذا اخذ او هذا الوظيفه صحيح قدم عليها الشباب المهندسين بالضبط زين 12 ستيب الشركات هلا ما بتفكرش في الفاينل برودكت تبعك بدها تفكر في انت ايش بتعمل التكنيك تبعك لانه في يوم من الايام انت بالاخير حتطلع حيجي واحد يكمل بدالك شغلك انا عارف نكمل بعده هنعرف نتعامل يعني احنا هناخد منك ليجاسي ولا هناخد شغل بعد ما انت تطير في البضاله. ف شكرا للمثال تبعك سوري لاني حكيت عنك. اتمنى يكون كريم فات كل يوم لا خلينا مع الصبايا قالوا فكرة الكلابس كمان مرة بدي احكي لكم انه مريض حيكون لكم زي كريم بالضبط. اي حد عنده فكرة بدي يقدمها للناس يحكي لنا واحنا حنرتبها. اي حد مش ضروري تكون الباسور على فكرة، يعني اوكي اخترنا 2 3 بس مش الحكاية مش بالاسم، يعني بالاخير الكريدت تبعه محفوظ عندنا في الاكس بيشارك وهيك ومشكور والكريدت محفوظ وانتم اي حد بده يشارك برضه اهلا وسهلا. غير هيك حكينا لكم اي شيء بدكم اياه سواء كريم عارفه وانتم عارفينه اهلا وسهلا. حد فيكم ممكن يعمل له الايفنت تنسقوا معنا ورك شوب ديبيت سيمينار اللي بدكم اياه. اذا ما حدش موجود ممكن نجيب لكم حد من برا من المنتورات اللي بيجوا على غزه وبيسافروا الى اخره. بدكم مدير شركه في غزه بدكم مدير المصري حنجيبه اذا صدق مدير المصري مش عارف حد استفيد منه شيء بس يعني الفكره انه حنجيب لكم اي بالفلوس بس اي حد بدكم اياه حنجيبه اي فاسيلتي محتاجينها حنجيبها. فكره الجيك لابس عن جد بدنا نوسع فكره جاز سكايبس. كثير شباب بيجوا عندنا وما ظنكم بحكي نفس الكلمه اجينا ولقينا المكان يا زحمه يا ما تقبلناش صح؟ يا زحمه يا ما تقبلناش اجيت ولقيت زحمه ما عرفتش احكي معاه حد مؤمن مشغول وسعيد سافر وهاني مقدم جامعه معاه يا اما قدمنا للكود اكاديمي وما تقبلناش. فالفكره حابب احكي لكم انه إذا ما تقبلتش مش عشان الكواليفيكيشنز تبعتك قليلة، لا لأنه الأعداد كبيرة، أنتم شايفين المكان مليان. فإحنا حابين ننشر كل شيء هناك نصيحة وندلك الأشياء مع بعض تمام؟ وبدنا نعتمد عليكم وأنتم حتكونوا المحرك الأساسي للشيء هذا سواء انبسطر أو لا، يعني حسب كل واحد ونشاطه. بالأخير كريم مش هيضل انبسطر معنا للآخر، يعني بكرة بعد أسبوع لو طلع له وظيفة اشتغل هو اللي حيحكي لنا بعد مش احنا اللي حنحكي له بعد. سلام انا خالد وين يا كريم؟ طب استنى في ناس مستنيك خلص حيخلع. فاي شيء بدك اياه اتمنى تطلبونا برضه كريم عمر بتشلي الامين ساحير وحازم ماضي هم حاليا موجودين معنا هان. الصبايا زي ما حكينا احنا بندور على سفيرات لجيك لابس تكون معنا فالابلكيشن حتنزل قريبا نزلت هي بس ما فيش عدد كبير عبى احنا بنستنى عدد اقوى يعبي حتى نعرف نشوف المور كواليفايد وهيك. وشكرا لكم واي اقتراحات اي اشياء ثانيه اي شيء بتحطوا في بالكم قولوا لنا واحنا جاهزين دائما. كنتم بودكاست خير.